باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا ونقدم له الإكرام والسجود الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أخوتي وأخواتي الأحباء، في هذا اليوم الذي نعتبره يوما خالدا في تاريخ مصرنا الحبيبة، العمل الذي نحتفل به في هذا اليوم والذي اكتمل عبر جهد وتعب ومشاركة من كثيرين وكثيرين في هذا العمل، من الناحية الهندسية، من الناحية الأثرية، من الناحية الفنية، كل يد امتدت في هذا العمل. وأعلم أن تشريف معالي رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لهذا العمل الذي يحمل في داخله مشاعر خاصة له، إذ ابتدأ فيه منذ بدايته من خلال شركة المقاولون العرب، ووزارة الآثار التي تعبت بكل مسؤوليها في إنتاج هذا العمل الجميل الذي يفرحنا جميعا. أرحب بكم جميعا، كل المسؤولين، السادة الوزراء والسفراء، كل المسؤولين على المستوى الديني والمستوى التنفيذي والمستوى التشريعي. أرحب بكل الأحباء معنا في هذا اليوم. أرى في هذا اليوم أننا نقدم ثلاث رسائل. الرسالة الأولى هي رسالة وفاء نقدمها للأجداد وللآباء الذين تعبوا وبنوا هذا الصرح الذي نفتخر به في هذه المنطقة العريقة. وفضيلة الوفاء يا إخوتي فضيلة ومشاعر يجب أن نحييها ونثني عليها على الدوام، لأننا نحتاج إليها. فنحن لسنا نحيا وحدنا، فكثيرون تعبوا ونحن دخلنا على تعبهم. رسالة وفاء للأجداد منذ بداية إنشاء هذه الكنيسة من القرن الرابع أو الخامس، وطبعا الكنيسة ما بنتش في سنة ولا اتنين زي ما بيحصل في زماننا مع تقدم العلم، لكن زمان كانت بتاخد عشرات السنين. ثم الفكرة البديعة التي بنيت بها هذه الكنيسة التي تعتبر واحدة من أقدم كنائسنا أو من الكنائس المسيحية القديمة على مستوى العالم، فكرة بناء الكنيسة على أحد أنقاض حصن بابليون، وبنيت هذه الكنيسة بفكرة هندسية، وأعتقد لا توجد في العالم فكرة الكنيسة المعلقة، الفكرة نفسها يعني. وطبعا ده معنى جميل. ولا تنسوا أن هذه الكنيسة تحمل اسم أمنا العذراء مريم، وتحمل أيضا اسم أشهر شهيدة مصرية القديسة دميانة، أشهر شهيدة مصرية من القرن الرابع الميلادي. إنها رسالة وفاء للأجداد، فنحن الأبناء يجب أن نكون أوفياء تماما لكل أجدادنا الذين سلمونا مثل هذه الحضارة الرائعة. الرسالة الثانية هي رسالة وعي نقدمها لكل المصريين. مصرنا الحبيبة هي متحف حي للحضارة وللتاريخ، وأعتقد أن كل بقعة أثرية موجودة على أرض مصر حيثما يرجع تاريخها إلى عشرات ومئات السنين، إنما تمثل جوهرة تتزين بها مصرنا، كل موقع أثري. ولذلك الوعي الذي نحتاجه كمصريين أن نفرح وأن نهتم وأن نصون وأن نحفظ أثرنا التي نباهي بها العالم، هي رسالة وعي أن الدولة في مصر برغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها وبرغم المشكلات الكثيرة
إلا أنها لا تهمل أثرها بل تهتم بها وتحاول أن تظهرها وأن تقدمها وأن تعلن لكل مصري أن يفتخر أن لنا جذور ولنا أصول ولسنا من البلاد الحديثة في العالم اللي لها 100 سنة و200 سنة. هذه رسالة، رسالة وعي، ولذلك أنا أفرح معكم في هذا اليوم أن ينشر هذا الاحتفال وأن يذاع وأن يعلن لكل أحد ولكل مصري لكيما نفتخر جميعا بهذا الأثر، الكنيسة المعلقة، ونفتخر بكل أثر موجود على أرض مصر. الرسالة الثالثة هي رسالة سلام من هذه البقعة مصر القديمة، والتي بفضل الجهود التي تبذلها الدولة والتي يرعاها رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء ومحافظ القاهرة وكل المسؤولين، المسؤولين على كل مستوى، فليس العمل يعود فضله إلى واحد، إنما يقدم من هذا المكان والذي صار لامعا في مصر القديمة، يقدم رسالة سلام لكل العالم، أنه يمكن أن يتعايش الجميع في سلام. في هذا المكان نرى كل جانب من جوانب الأديان السماوية، نجدها موجودة في هذا المكان، يتعايش الجميع في سلام، يحيون في محبة، يقدمون رسالة السلام للعالم، فليست الأديان أو المذاهب للتناحر ولكنها لصنع المحبة. هذه رسالة نقدمها، ولذلك عندما نبدأ احتفالنا بالسلام الوطني والسلام الجمهوري، عندما نقدم هذا الاحتفال إنما نقدم النموذج لكل العالم أننا نستطيع أن نحيا في سلام بين الجميع. وربما في مناطق أخرى على مستوى العالم، في أماكن كثيرة يوجد مناطق فيها صراع وفيها عنف، ولكن مصر كما هي دائما كأم الدنيا تقدم النموذج وتقدم المثال، إنها الأم الكبيرة لكل العالم، تستطيع أن تشرح وتقدم مثالا طيبا كيف يمكن أن تتعايش الأديان. فالأديان تتوافق وإن كانت لا تتطابق، تتوافق في مشاعر إنسانية وفي فضائل حياتية نحياها جميعا. هذه الرسائل الثلاثة، رسالة الوفاء للأجداد ورسالة الوعي للحضور ولكل المصريين ورسالة السلام من مصر لكل العالم، إنما هذا اليوم هو يوم فرح ويوم تاريخي ويوم خالد، ونحن نفرح برعاية الدولة ممثلة في كل مسؤوليها وعلى رأسنا جميعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. في الاهتمام بكل شيء على أرض مصر، أعلم أن ظروفنا الاقتصادية ضيقة، ولكن أعلم في ذات الوقت أن قلوبنا متسعة، تتسع للعمل وتتسع للفعل الإيجابي الذي نستطيع به أن نقدم بلادنا. شكرا للسيد معالي رئيس مجلس الوزراء، شكرا لكم جميعا على حضوركم، وأود أن أقدم هذا التذكار، تفضل هذا التذكار. والآن فليتفضل قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتقديم هدية تذكارية بهذه المناسبة التاريخية لدولة معالي رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.